الرحيم اليوم 2/7/12/2020 مديرية أوقاف ألمانيا تقوم بتوزيع دفعة جديدة من الزي الأزهري الذي تفضل معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باعتماده وتسليمه لأبنائه من السادة الأئمة. ومديرية أوقاف المنيا بقيادتها تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما يوليه من اهتمامه وعناية بالسادة الأئمة من أبنائه بمديرية أوقاف المنيا. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعاليه ولقيادات الوزارة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.